يا الله، السلام عليكم، شلونكم اخواننا الهواة؟ اليوم شغل جديد وخصال جديد لاخونا احمد الرباعي من المسيب. يا رب اتمنى له التوفيق والنجاح والفوز، واتمنى له ان شاء الله من فوز الى فوز. هذا الشكل، هالشكل الابواب، ابواب السلايد. تعال من هذا هذا داخل اللوح، هذا داخل اللوح، جرارات الدوك بورد، سكه دوك بورد بهالشكل. هاي عندنا هنا شبابيش تتحكم فيها، هاي شبابيش، هاي بهالشكل. عندنا بعد شيء ثاني، الأرضية هاي خاطر ما ننساها، هاي دور أرضية، دور خاطر حتى الضرق ما يوقف بيها، أرضية دور بهالشكل. هم شغل هذا عين الأبواب الباقية، هاي من نور تبارك، هاي بهالشكل مثل ذاك اللوفت الأول. هذا هنا لوفت الأفراغ، هنا الأول لوفت الإناث بهالصورة. نجي للوفت الافحل او التشويق بهالشكل راح يكون. شوف تبارك، هاي عندنا الخانات، عندنا الخانات هذا الشكل، شكل اوروبي. طبعا بالمناسبه انا اول مره اشتغله، ناوي اشتغله الي لللوفت مالتي، بس اخونا احمد يستاهل هذا الديزاين، يستاهل يعني، بس انا ويا بس. هذا الشكل الجديد، باب قلاب، تعلم تبارك من فضلك. هاي هنا التشويق يكون بهالصورة، الإناث جوا داخل هذه الخانة، والإفحل هنا تكون هاي المساحة إلها، هاي المساحة إلها تقريبا ما يقارب 12 سنتيم، بس مجرد الفحل يوقف بيها. تصير طريقة التشويق، يدخل الفحل جوا، تنسد الباب عليه وتنقلب هاي الباب. ابو زنوبه اشرح لهم على الهوائيات بالسقف. اي عين، ها صارت بهالصوره. هذا جرار، الجرار خشب روسي، خشب روسي. المعاكسه مال الجرار 5 مليم، معاكسه الجرار 5 مليم مو 3 مليم، 5. هاي بهالصوره. السيم عندنا هذا السيم، السيم المستطيل مو المربع اللي يأذي رجل الطير، سيم مستطيل 3 مليم، مو 1.5 مليم ولا 2 مليم، 3 مليم. الجيج اثخن جيج. هاي بهالصوره، هاي الطريقه مالت هالخانه بهالشكل. هذه باقي الخانات، هاي كلها باقي الخانات. 58 خانه. يستاهل اخونا احمد الرباعي، يا رب الموفقيه بهذا اللوفت بحق محمد وال محمد. هاي اخوان الخانات، هاي ارضيتي همين شغلي، هاي الارضيه ارضيه دور، هاي الارضيه الدور بهالشكل اخوان، واضح. الخانات عندي مرفوعه من القاع 25 سنتيم مرفوع عن القاع، خاطر ريش ما ريش ما يأذي الحمام. هاي بهالصورة، هاي شبابيك مال التهوية، نفس السالفة، نفس الديزاين الأول اللي شرحنا عليه. هاي بعد اكو هنا فريم سيم، فريم حديد ويقعد عليه سيم، يقعد لي فوق خاطر الطيور ما تصعد لي فوق. هاي التهوية بهالشكل، هاي سهولة انسيابية الجرارات، مو جرار تطبقون عليه ثلاثة يلا يفتحوا، لا هذا واحدة بهالشكل. هاي عندنا هنا شباش تهوي، تريد تفتح واحدة، تريد تفتح الاثنين، لا بالي بخاطر الطيور ما تعبر. هاي بهالصورة، هاي شبابيك التهوي. هاي عندنا بعد همين شيء جديد، هاي الباب الستايت الاخيره، باب عفوا،
هذا همين شكل جديد رادة أحمد، لا أنا مشتغلة ولا شايف منه. فكرة أخونا أحمد صار بهالشكل، سايلو للأكل، سايلو للأكل. هاي بهالصورة تدخل هنا السطلة وينزل الأكل، أكل الناعم، أكل الخشن. وهنا نقدر همين نخلي كيس بهالصورة. هاي البطن مالته مايلة، مايلة البطن مالته بيها ميلان، خاطر الأكل ما يوقف. تقريبا زاوية 35، زاوية 35. هذا السايلو للأكل، بالإضافة لأنه عندنا فتشي للخزن للأدوية والفيتامينات. هذا اللي جوا هاي بهالصورة، للفيتامينات، للأدوية، العلاجات هاي موجودة على مود مكان يصير واحد، للأدوية وهنا الأكل كله يمه مكان واحد. هاي عندنا هنا بوابة المسرح، الدخول يمه الحمام بهالصورة. هذا الشكل الديزاين، فتشي حلو يعني نازك. وهاي الباب القلاب، هذا شيال هنا عندنا، ما تهدل الباب، ما تهدل الباب بهالشكل. هذا باقي التفاصيل راح تكون اوضح هنا. هاي هنا الدشره للافراخ، هذا وقتي يعني دشر وقتي للافراخ، يعني متحرك شو وقت ما يريده يستخدمه، بوع متحرك شو وقت ما يريد يستخدمه. هذا اللوفت من الخارج، اللوفت هذا من الخارج. هذا بهالشكل اللوفت الأول، هذا اللوفت الثاني، وهذا اللوفت الثالث. بالنسبة للخانات، الخانات عرض الخانة 60، ارتفاعها 40، نزالها 45. والسلام عليكم ورحمة الله.